تشييع جثماني شقيقتين لقوا مصرعهم في حادث سيارة ببني سويف. التفاصيل في الخبر التالي: شيع أهالي مدينة بني سويف في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد جنازة الشقيقتين يمنى ومنى محسن اللي لقوا مصرعهم في حادث انقلاب سيارة ملاكي لمسواهم الأخير بمقابر العائلة وسط حالة من الحزن الشديد على وجوه المشيعين. وأدى المئات من أهالي بني سويف صلاة الجنازة على الفقيدتين عقب صلاة الفجر بمسجد المحمدي، وشهد محيط المسجد تواجد عدد كبير جدا من صديقات وأسرة المتوفيتان، وكانت بتظهر عليهن طبعا ملامح الصدمة والحزن الشديد. الشقيقتين يمنى ومنى محسن لقوا مصرعهم وأصيبت فتاة تانية في انقلاب سيارة ملاكي بطريق بني سويف الفيوم، تم نقل المصابة وجثتين مستشفى بني سويف التخصصي، وتم تحريم محضر بالواقع. رقت غرفة عملية إسعاف بني سويف بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي بطريق بني سويف الفيوم، تحديدا أمام عزبة أبو سنة تبع المركز ناصر شمال محافظة بني سويف. على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف في مكان الحادث، وتبين مصرع شقيقتين وإصابة صديقتهم بجروح وسجاحات. نقل سيارات الإسعاف المصابة روان تهميم، وتبين أن المتوفيتين أختين وهما يمنى 28 سنة وأختها منى 21 سنة. تم إيداعهم مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي.